شكرا فخامة الرئيس وأخي العزيز. أولا شكر باسمي وباسم الوفد مرافق على حفاوة الاستقبال والحرارة الأخوية اللي شعرنا بها منذ أن وطأنا أرض الكنانة، وفيما يخص تهانيك للذكرى 70 لاندلاع الثورة الجزائرية المباركة، بالطبع لا نستطيع أن نذكر الثورة الجزائرية بدون أن نذكر المساندة التي وجدناها آنذاك في الشقيقة مصر، أيام ما كانت مصر حاملة شعلة قومية وطنية العربية ودولة مساعدة لكل الشعوب الذين كانوا يسعوا للانعتاق من الاستعمار بصفة أو لأخرى. شكر لك التهاني وشكر للشعب المصري التهاني. بالنسبة للقاء نتاعنا، أنا جيت لمصر الشقيقة في زيارة أخوية أولا، ودية وتنسيقية تشاورية مع أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنعمق التشاور تاعنا في عدة نقاط اللي تهم الأمة العربية بصفة عامة، تهم المنطقة بالطبع، وتهم العلاقات الثنائية بيننا وبين الشقيقة مصر. ربما أبدأ بالعلاقات بين الدولتين، أعتقد أنها على أحسن ما يرام، ما فيش فيه تفاهم تام، فيه رغبة في العمل مع بعض هنا وهناك باستثمارات جديدة. اليوم مصر بالتقريب في المنطقة العربية كلها هي أول دولة بالنسبة لاستيراد الجزائر مواد مصرية، حيث وصلنا إلى ما يقارب المليار دولار اللي يجي من مصر الشقيقة، ونطمح في أكثر، نطمح في ما أكثر. فيما يخص الاستثمار الحالي للشقيقة مصر في ميدان الطاقة فهو ماشي، على كل حال نزيدوا ندعموه بالنسبة للتنقيب، بالنسبة للتنقيب سواء على الغاز في المناطق الجنوبية ولا حتى في المناطق أوفشور بحرية. بالنسبة للشركات المصرية اللي معروفة بقدرتها على الإنجاز، كان فيه شركات مصرية شاركوا معنا في بناء عمارات ومشاريع أخرى، مقاولون العرب بالأخص. الجزائر مفتوحة على كل حال، مرحبا مرحبا بالشركات. أنا أعطيت الإشارة الخضراء للسيد وزير الإسكان أنه يتعامل مع الأشقاء في كل المناسبات، حتى في الهندسة المعمارية، حتى في كل ما يتعلق بالهندسة المعمارية والبناء وبناء المدن الجديدة بالأخص. ومصر عندها تجربة تتحدث على نفسها بنفسها في هذا الميدان هذا، إذن نستفاد من تجارب بعضنا بعض. أقول أن اليوم الاستثمار تاع الأشقاء في مصريين في الجزائر استقر وصبح عادي، يعني مقبول من الطرفين، ما فيش أمور خارجة على هم في بلدهم، مرحبا بهم ومرحبا بكل من شقيق يحب يستثمر في بلده الثاني الجزائر. إذن بالنسبة لعلاقاتنا الثنائية، نتمنى فقط أن في بداية 2025 السنة المقبلة إن شاء الله تجتمع اللجنة العليا وتدرس إمكانيات انطلاق كذلك في خماسي جديد تاع علاقات واستثمار وتبادل كل المستويات. تبادل ثقافي ماشي، فيش
علاقتنا مع مصر يعرفها الخاص والعام أنها علاقات وطيدة، أنها علاقات أخوية قوية بنيت على أسس قوية جدا في نضالنا المشترك منذ أكثر من 70 سنة. شاركنا مع بعض في الدفاع على مقومات الأمة العربية، وأغتنم هذه الفرصة نتاع الذكرى 70 لاندلاع الثورة الجزائرية المجيدة، لأشكر مرة أخرى أخي السيسي ومن خلاله كل الشعب المصري وكل من ساهم آنذاك في مساعدة على انطلاق الثورة تاعنا. بالنسبة نبدأ بغزة ربما، لأن مصر الشقيقة هي أقرب جغرافيا إلى غزة وتعاني ربما أكثر من باقي الأمم العربية لما يجري في غزة. قلوبنا مع الغزاويين بالطبع، يعني نتألم على الإبادة اليومية المستمرة في غزة، نتألم على المجاعة المختلقة اللي خلقها المستعمر الإسرائيلي في غزة. ندرة في المياه، ندرة في الأدوية، المستشفيات مغلوقة، ندرة في الأكل، يعني إبادة بكاملة الأركان. الشعب نحيي بهذه المناسبة الشعب الفلسطيني على صموده وتحمله ما لا يتحمله إلا القليل من البشر للبقاء في أراضيه، ولم يقبل أن يهجر من جديد من أراضيه. إن شاء الله الفرج قريب. مع أشقائنا في مصر نحاول كيفاش ننقذ الموقف، مع المبادرة نتاع أخي فخامة الرئيس السيسي لهدنة تسمح لإدخال كل ما يحتاجوه الغزاويين إلى غزة في انتظار حل نهائي. والحل النهائي ما يكون إلا بالطبع يعني بتسيير الفلسطينيين لأراضيهم بإشراف ربما دول صديقة وشقيقة مثل مصر وإلا، ولكن إدخال عنصر جديد على غزة لتسيير غزة ما بعد شيء رسائل اليوم. احنا شخصيا احنا كدولة جزائرية، واعتقد ان تكلمنا مع اخي نفس الشيء اللي تشوفه مصر كذلك، ان فلسطين يسيروها الفلسطينيين بمساعدة اخيهم الكبير مصر، مساعدة الجزائر كذلك عن قريب إن شاء الله. الجزائر تعمل كل ما في وسعها في مجلس الأمن لمحاولة الوصول إلى حل، أو بالأقل إلى توقيف الإبادة صريحة في الله. فلسطين موقفنا لم يتغير ولن يتغير. الحل الجذري هو دولة فلسطينية في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف إن شاء الله. بالنسبة للشيء اللي صار اللي يجري في الجوار، أنا متفق مع كل ما جاء به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن كنا تناقشنا وتكلمنا في المواضيع هذه كلها. ربما نبدأ بالجار اللي نشاركوا احنا ومصر في الحدود تاعو، ليبيا الشقيقة. ليبيا الشقيقة الموقف تاعنا لن يتغير، ان الحل ما يكون الا ليبي، والحل جذري هو في الانتخابات. الشرعية تاع الانتخابات هي اللي تخلي من يستفاد من الشرعية من التصويت تاع الشعب الليبي هو اللي قادر يسير ليبيا الى ان شاء الله. ما بالنسبه للسودان، تاسف كثير على
ما يجري بين الأشقاء. أمور هذه صعبة، صعبة جدا، لا في الدين تاعنا ولا في الأخلاق تاعنا ولا في إحنا ومصر دولتين لن تتدخل أبدا في بين الأشقاء إلا للصلح، ما نغدي لا طرف ولا آخر، لأن الفتنة صعبة، الفتنة أشد من القتل، والناس الذين يفتنون حسابهم عند الله فيما يخص السودان. فيما يخص الأمور الأخرى اللي تتعلق باستراتيجية عامة تاع المنطقة وغير المنطقة، احنا ما ناش أغبياء، احنا عارفين ماذا يجري في المنطقة وما هي الرغبات نتاع البعض، ولكن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه. إن شاء الله تجري الرياح بما تشتهي سفنهم إن شاء الله. إذن ربما باختصار شديد شاكر مرة أخرى أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال الشعب المصري الكريم الشقيق الحفاوة، ومتوعدين مع بعض على تنسيق دائم، ونتشاور في كل ما يهم أمور الأمة العربية وبالأخص فيما يخص الدولتين. وشكر لك مرة أخرى فخامة الرئيس، شكراً.